ثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. يعني يتاتو مويني أركان زا إيمان نكواميني فيتابو فيهكي. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. تناكبالي فيتابو بيوت بني الله سبحانه وتعالى متل ممشا ونؤمن بأنها كلام الله تكلم الله سبحانه وتعالى بها والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى ماثل كلام الخلق. يعني تنكبالي كوان بالله سبحانه وتعالى نفتابه بيني أمتلي مشانا أكسيما كوامانينو ياكي نكسيما كوكي الله سبحانه وتعالى هتوزي تكيفانيا فيلي فيلي كويني كما مويني بنا آدم ميني أنا سيما وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. يعني الله سبحانه وتعالى كتري مشى كل نبي أنا مبا كتاب جاكي. نؤمن بجميع الكتب يعني تنكبالي بتابه فيوتي وبمعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائها. يعني بنيا عم تفنديش الله سبحانه وتعالى مجنناك. القرآن. يعني ما كتفنديش مجنة يا قرآن. التوراة. أكتفنديش التوراة. الإنجيل. فيلي فيلي إنجيل. الزبور. نزبور تين. صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. يعني صحف اليوبيا وإبراهيم تين أنا موسى. ونؤمن بما ورد فيها من أخبار وأحكام وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب فلا نطالع إلا القرآن. يعني tunakubali venye Allah subhanahu wa ta'ala ametutemesha ma vile vitabu venye viliopita lakini tunajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametutemesha Qur'an na hii Qur'an yani inakusanya vile vitabu vyote na yenye inaviongoza vile vitabu vyote na sasa hivi tunaendea kwa mwongozo wa Qur'an kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka Qur'ani akaweka vile venye vilikuwa ma vile vitabu wa sunnata an-nabi alayhi salatu wassalam wallahu a'lam nazili sunna zake sallallahu alayhi wasallam na Allah ndo ana